على ضفاف نهر دجلة أطل وجه من وجوه بغداد المشرقة، مبادرة بعنوان أنا عراقي أنا أقرأ وبأهداف طموحة. يحدون الأمل بأن نحدث ثورة في المفاهيم من خلال الوعي والمعرفة. يا من لبيتم نداء الكتاب، نتمنى أن تستمتعوا بما استطعنا أن نوفره لكم من أجواء للقراءة بإمكانات ذاتية تجردت عن أي انتماء سوى للعراق. مجموعة من العراقيات والعراقيين جمعت على مدى أسابيع كتباً من متبرعين وعرضتها لمن يريد أن يقضي بضع ساعات من القراءة في الهواء الطلق. الخيارات المتاحة كثيرة، فتجولنا على القراء لمعاينة نبذة من اختياراتهم. والله شوف، أنا دائماً أدور على الكتب اللي بيها نوع من الروحانية. أنا أريد أشوف الروحانيات بكل الأديان، سواء كانت مسيحية أو يهودية، أشوف أساليب القرب الإلهي أي شلون طرقها تعجبني وتأثر كل داخلي. صفحات من تاريخ الحركة النسائية العراقية. يعني ناشطة بالحركة النسائية؟ يعني هيك شيء. عندي صفحة على الفيسبوك اسمها ثورة على المجتمع الذكوري. اشتهر العراقيون منذ عقود بعشق الكتاب وشغف القراءة، لكن منظمي هذا الحدث يرون أن على العراق أن يستحق هذه السمعة. فكان أن بادروا إلى احتلال هذه الحديقة العامة في وسط بغداد وفرشها بالكتب. هذا اليوم يوم 29/9 هو الانطلاق. لدينا أفكار يعني كثيرة جدا، منها إقامة المقهى الثقافي، مقاهي ثقافية في جميع محافظات العراق. هذه الفكرة سنعززها بأفكار أخرى في المحافظات العراقية. سنزود أغلب المقاهي الموجودة في بغداد، وبالأخص المقاهي في المناطق الشعبية، بمكتبات تحتوي على الكثير، على مئات الكتب ومئات من العناوين، وستكون تحت لافتة أنا عراقي أنا أقرأ. الكتب من يريد أن يأخذها فليأخذها، لدينا كتب كثيرة. من أموالهم الخاصة أطلق الشبان هذه المبادرة وروجوا لها، فجاء الإقبال ليعكس توقا إلى الفكر بعد ظلام الحروب وتعطشا إلى العلم والجمال. رامي رحيم، BBC، بغداد.